بشأن تداعيات الهجمات المسلحة على المصالح الغربية في العراق ومسؤولية الحكومة عنها، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي العراقي نظير الكندوري. أستاذ نظير، مرحبا بكم. كما تعرفون، لا تزال تداعيات الهجمات على المصالح الغربية والأمريكية تتوالى مع توقعات لرد فعل الإدارة الأمريكية عليها، لكن من يتحمل المسؤولية الأكثر عن استمرار استهداف المصالح الأمريكية والغربية في العراق؟ حياكم الله وحيا مشاهدي قناتكم الكريمة. بالتأكيد أخي الكريم، يعني المسؤولية تتحملها كاملة السلطات العراقية ممثلة بالحكومة وأجهزتها الأمنية، كونها يعني هي من تكفلت بحماية البعثات الدبلوماسية وكذلك حماية القوات التي جاءت إلى العراق بطلب من هذه الحكومة. وبالتالي إذا ما تعرضت إلى اعتداء من قبل ميليشيات مسلحة أو عصابات منفلتة، فإن المسؤول المباشر هي السلطات العراقية والحكومة العراقية. وفي حال إذا لم تنجح في مهمتها، هذا يعني هذا الأمر سيجعلها أمام المساءلة القانونية الدولية، كونها أخلت باتفاقات دولية كان من المفترض أن تلتزم بها وتوفي بتعهداتها للدول الأخرى. أستاذ نظير، الجهات التي تنفذ تلك العمليات في الغالب لا تعلن عن نفسها، أو بمعنى آخر مجهولة ولا يعرف عنها شيء، كما تتبرأ أيضا ميليشيا الحشد عن حوادث استهداف المصالح الأمريكية. السؤال المطروح هنا، كيف يمكن قراءة هذا السيناريو المتكرر؟ هل سيظل الفاعل مجهولا برأيكم؟ يعني أنا أرى أن هذه لعبة يعني أصبحت سخيفة، بكون أن هذه الميليشيات التي تستهدف القوات الأجنبية أو تستهدف البعثات الدبلوماسية في العراق تنفذ هذه العمليات عبر أسماء لتنظيمات مجهولة وغير معروفة وليس لها أصل. وفي حقيقة الأمر، من ينفذ هذه العمليات العسكرية هي ذات الميليشيات المنضوية في الحشد الشعبي، وبدورها الحشد الشعبي هو كما يقولون مؤسسة من مؤسسات الدولة. هذه الخدعة لا تنطلي على دولة مثل الولايات المتحدة التي لديها أجهزة استخبارات كثيرة ولديها القدرات والإمكانيات لمعرفة من هي الجهة الفاعلة التي تقوم بهذه العمليات. لذلك يعني أنا أرى أن من السذاجة استخدام مثل هذه الخدع، وأصبحت هذه الخدعة لا تنطلي لا على الولايات المتحدة ولا حتى على الحكومة العراقية التي دائما ما تشير بأن هذه العمليات تقوم بها مجاميع مجهولة، ويدعي الكاظمي بأنه يعرفها ولكن لا يفعل شيء إزاها، وهذا دليل ضعفه وعزه أمام هذه العصابات. أستاذ نظير، في تصريح لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يعني أكد أن بلاده سترد على الهجمات الصاروخية في العراق، كيف يمكن توقع الرد الأمريكي على الميليشيات؟ والله يعني لنكن صادقين، يعني الإدارة الأمريكية الحالية مختلفة كثيرا عن الإدارة الأمريكية السابقة، ولا نتوقع أنه سيكون هناك رد قاسم وقوي. ولو كان لهذه الإدارة الأمريكية رغبة في الرد لكان الرد مبكرا ولم تتأخر إلى هذا الحد. ويعني أنا أظن ربما سيكون هناك ردا أمريكي لحفظ ماء الوجه وحفظ هيبة أمريكا، ولكن سيكون ردا غير مؤثر عسكريا وغير مؤثر على سياسات يعني إيران، ولا يشكل ردعا لها. هذا المتوقع من هذه الإدارة الأمريكية حاليا. من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي العراقي نظير الكندوري، شكرا جزيلا لكم.